جنوتوكس. أهلا بكم متابعي جنوتوكس. دائما نشاهد الطرفيات العجيبة والتي تمتاز بقوة خارقة وبشاشة غريبة وذات خصائص فريدة من نوعها. في هذه الحلقة سنتعرف على واحدة من هذه الطرفيات التي تعطي رهبة عند رؤيتها وعند العمل عليها. أولا سنفتح محرك البحث، نكتب إي ديكس يو آي. هذا هو المشروع إي ديكس يو آي من جيت هاب. نأتي إلى ريليزز الإصدارات ونجد هنا إصدار لأنظمة جنو لينكس وماك أو إس إكس والويندوز. نحمل نسخة محمولة أب إيميج لجنو لينكس 64 بيت. داونلود نو. ننتظر حتى ينتهي التحميل. ها قد شرف التحميل على الانتهاء. نفتح المجلد، ها هي النسخة قد تم تحميلها. نتأكد أنها قابلة للاستخدام. نضغط على Allow this file to run as program ثم نقرتين، والآن ننتظر حتى يشتغل البرنامج. يأخذ الأمر بعض الوقت في البداية. الآن بدأت في الاشتغال. أهلا بكم في عالم جنو لينكس الخارق. هذه هي الطرفية ADX UI. تجد هنا العديد من الخصائص مثل الساعة، التاريخ، واستهلاك الموارد، المعالج والذاكرة، وأيضا الحرارة، وكذا استخدام الرام أي الذاكرة العشوائية، والبرامج التي يتم استخدامها الآن في التاسكس أو في مدير المهام. وهنا مدير الملفات، يمكنك الدخول إلى أي واحدة منها تشاء. نكتب ls cd home. هذه الكلافي أو كيبورد الخاصة بها، يمكنك الكتابة وتظهر كل ما تفعله هنا. أظن أن هذه الطرفية ستمنحك هيبة إن قمت بالعمل عليها، وستشعرك بشعور مختلف. أتمنى أن يكون هذا الفيديو وهذا البرنامج قد أرقكم. شكرا لكم وإلى اللقاء.